السلام عليكم. اليوم عندنا النبتة هذه لاحظنا عليها تغير من حرارة الجو ونقص العناصر، راح نوسع عندها الحوض وراح نجدد لها التربة، وإن شاء الله بننقلها من الحوض هذا للحوض هذا. يا هلا والله مرحبا، هذه نبتة الشخص استزرعناها قبل، نشوف كيف تصريف الماء قاعد ينزل. أهم حاجة للنبات تبيه يكون بقوة إزهار قوة نمو، خلوه فتحات تصريف الري تكون جيدة والتربة خفيفة عشان تمدد جذوره براحته، وانتظم بالري وانتظم بالتسميد راح يعطيك نتيجة قوية، لأن الانتظامنا بالتسميد مو معناته شفناه مزهر وقوة نمو نوقف عنه السماد نقول خلاص، لا، انتظامنا بالتسميد معناته انه انتظام النبات بالنمو واستمراره بالتزهير. حقيقة الأمانة ما توقعت ان النبتة هذه نبتة الشخص السنبلي انها تعيش وتتكيف عندي، لكن ما شاء الله شوف كيف غزارة ازهار وقوة نموه، ما شاء الله تبارك الرحمن.